يا ابو سلمان يا اخوي اسمع كلامي، لو نصلي قبل احسن علشان بعدين نشتغل ونسجل واحنا مرتاحين. مرتاحين يبقى خل 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 نخلص خل نخلص بعدين نصلي بعدين. ايش وراك انت؟ ممكن اجل كل شيء الا الصلاه. شوف انا اقول لك، وين نروح نتوضا وحاله خل نخلص ورانا تصوير يبقى. لا لا يبقى نصلي عقب نسجل، ما ندري احنا بعدين ايش ظروفنا، متاخر في التسجيل بعدين في الصلاه بتفوتنا. ما بتفوتنا الصلاة بالحلال، خلينا نخلص التسجيل، ايش بلاك انت مستعجل على الصلاة، بنصلي عقب. يبقى أي شيء يشغلك عن الصلاة خله وراك، أهم شيء الصلاة في وقتها، وعقب بتخلص كل شيء. أقدر إنك تصلي، خلاص يبا روح صلي بسرعة لا تأخر وتعال أنا أنتظرك هنا يلا. ما بصلي معانا يعني؟ لا أنا رجعت البيت بصلي. أحيانا أشوف يعني تمر صلاة على صلاتين وثلاث وأنت ما تصلي يعني أكيد تصلي في البيت؟ لو سمحت لا تتدخل في شيء ما يخصك، اصلي ما اصلي هذا شيء ما يخصك انت، خليك في البرنامج في شغلك، خلص شغلك. شلون ما يهمني؟ يعني في مسلم وما يصلي يا ابو سلمان، الله يهديك بس. ايش بلاك؟ ترى شوف عنادا فيك ما راح اصلي. تعاندني؟ وانت الخسران كيفك؟ احنا بنصلي مع الشباب، يلا يا شباب خلينا نصلي، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله. أخوي الحبيب، لما تفوتك الصلاة أو تتكاسل عنها تحس بتأنيب الضمير؟ نعم أنا أحس بهالتأنيب الضمير، وأنا أقول الحمد لله أني أحس بهالتأنيب الضمير، لأن للحين في ناس ما تأخر تترك الصلاة وما ما ما فيها شعور أصلا، حتى مش أن يجيها تأنيب ضمير شديد. والله بتتعب تعب حتى يعني في دوامك اليومي أو في باقي مهماتك الاجتماعية بتحس بأنه في خلل أنت لما تفوت واحد من أوقات الصلاة تحديدا في المسجد وتحديدا وقت الفجر. يعني أكيد اللي يتكاسل في الصلاة يحس بتأنيب الضمير، حتى اللي يؤدي صلاته على وقتها ولكن مو في جماعة يحس بتأنيب الضمير. يقدر يغير في هالشهر الفضيل إن شاء الله؟ لا والله حس بالعكس، مقصرين يعني في حق ربنا، الصلاة يعني فرض علينا أن نؤديها في وقتها. كلنا نعرف أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والآيات والأحاديث في أهمية الصلاة كثيرة، وأنا متأكد أن معظم من يتركون الصلاة ما ينكرونها ولكن يتكاسلون عنها. كل شيء تتمناه يا أخوي في الدنيا ممكن تلقاه في صلاتك، كل شيء بنضايق منه ممكن يروح عنك في صلاتك. من صغرنا كلنا نجتمع في المساجد وفي مراكز التحفيظ، من صغرنا وإحنا الصلاة أهم شيء عندنا. ما راح تنتظم حياتك وتقدر ترتب أولوياتك في الحياة إذا كانت الصلاة خارج دائرة الأولويات. ابدأ يومك بالصلاة وباقي الأمور بتتيسر في وقتها المناسب. تبحث عن الراحة والسعادة في كل مكان، ما راح تلاقيها إذا ما أقمت الصلاة في وقتها. الصلاة أولا وباقي أمور حياتك ثانيا. أخوي الحبيب، في شهر الخير في شهر رمضان استثمر وقتك ودل غيرك على الخير، ومنها تكون قدوة حسنة لغيرك. السلام عليكم ورحمة الله.